طيب على كل حال بقى تعالوا نروح لخبر تاني حلو جدا، وهنقول فيه مبروك لنجم وسط الاهلي حمدي فتحي اللي احتفل امبارح بزفافه في احد الفنادق يعني بالتجمع الخامس، وحضر ناس كتيره جدا بقى من الفريق والجهاز الفني ونجوم الرياضه. وحمدي فتحي كان كتب على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام حاجه كانت حلوه، قال لازم الناس تكون فاهمه شخصيه حمدي وحب حمدي للنادي الاهلي، انا بفضل النادي الاهلي على نفسي والناس اللي تعرفني كويس عارفه ده. كتب كده طيب ليه؟ خلينا نقول لان كان في ناس بتقول ان يوم زفافه دلوقتي او ليه زفافه دلوقتي ومش وقته وعندنا ماتشات، يعني دايما كده في ناس بتبقى ايه المعلق يعني مش عارفه يعني بجد الناس قاعده فاضيه بتحب انها دايما تعلق. طب الراجل هيتجوز امتى برده؟ ما فيش راحه يعني. لا وكان رده منطقي يعني على فكره بالزبط. حمدي فتحي كان حابب يرد بنفسه على بعض يعني الناس اللي كتبت هذا الكلام، قال ان اختيار ميعاد الفرح كان بالاتفاق المسبق من فتره طويلة طبعاً قبل كده يعني. وبعد ما اتفقوا اتغير جدول الدوري، يعني جدول القديم الفتره اللي كان على اساسها حدد موعد الزفاف كانت فتره توقف للمنتخب الاولمبي، والجدول اتغير بعد كده بعد ما كان هو حجز بالفعل مظبط كل حاجه وقال كده، قالها بالنص، قال غصب عني وغصب عن النادي. وبالمناسبه كمان تقدم بالتهنئه وقال مبروك على الماتش اللي فات وان شاء الله الدوري هيكون في الجزيره وشكرا. عموما احنا بنقول لك يعني مليون مبروك وربنا يسعدك ايامك وبالرفاء والبنين ان شاء الله يا عريس.